في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكن أفراد فصيلة طارق السيار شرق غرب بخميس قشنة من حجز كميات معتبرة من التبغ في 3 قضايا منفصلة. تعود الوقائع إلى قيام أفراد الفصيلة بخدمة شرطة طارق بالشطر العابر لبلدية خميس قشنة، حيث تم توقيف 3 شاحنات نقل بضائع، وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تم العثور على علب كرتونية مغطاة بصناديق وبرامل بلاستيكية بداخلها أكياس تبغ للترشق الشمة محلي الصنع ومجهولة المصدر، قادمة من ولاية شرقية باتجاه ولاية الجزائر العاصمة، أين تم حجز الشاحنات واقتياد الموقوفين نحو فرقة الأبحاث بخميس قشنة لمواصلة التحقيق. أسفرت العملية عن حجز 893,160 كيس بوزن إجمالي يقدر ب 10,287 كيلوغرام، بالإضافة إلى حجز 3 شاحنات لنقل البضائع. أول قناة إلكترونية في الجزائر.